فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد هذا الحديث عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد غير عالم، لأن العالم يحير الشيطان ويرد عليه، وأما العابد فليس عنده علم، ربما أن الشيطان يتسلط عليه ويروج عليه الشبهات، فهذا فيه فضل العلم وفضل العلماء. ولو كان عالما واحدا إذا كان يحمل العلم حملا صحيحا ويقوم بواجبه وحقه فإنه أشد على الشيطان من ألف عابد، كما قال الشاعر: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. نعم.